بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين المبعوث رحمه للعالمين سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد بين الامام البخاري في تراجم هذه الابواب باب من بات بذي الحليفه حتى اصبح وقال حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف اخبرنا ابن جريج حدثنا محمد بن المنكدر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه اربعا وبذل الحليفه ركعتين صلى اربعا في المدينه لانه غير مسافر لكن لما بدا السفر وصل الى ذي الحليفه صلى ركعتين يعني صلى العصر مقصوره ركعتين لكن صلى الظهر اربعا لانه كان في المدينه ثم بات حتى اصبح بذي الحليفه فلما ركب راحلته واستوت به اهل يعني رفع صوته بالتلبيه واورد حديثا اخر قال حدثنا قتيبه حدثنا عبد الوهاب حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينه اربعا لانه لم يكن بدا السفر فصلى الصلاة كاملة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين لأنه بدأ السفر فالسفر في الحج يبدأ حيث يكون الإنسان عند ذي الحليفة وهي الميقات فلذلك صلى العصر ركعتين قصرا قال واحسبه بات بها حتى اصبح وفي هذا مشروعيه المبيت بالقرب من بلد المسافر ليلحق به من تاخر عنه وليكون امكن من التوصل الى ما عساه ينساه مما يحتاج اليه وفي الحديث دلاله لما ذهب اليه المالكيه والشافعيه بان الافضل ان يهل اذا بعثت به راحلته لماذا ربما يحدث شيء فيتاخر فبدل ان يظل محرما مده طويله لا يهل ولا يحرم الا حيله تنبعث به راحلته ويستوي على راحلته اذا انبعثت به لبى ورفع صوته بالتلبيه ودخل في الاهلال فعندما تنبعث به راحلته يبدا الاهلال ورفع الصوت بالتلبيه في ما يوازي هذا ويماثله لو ان انسانا مثلا سيسافر في عصرنا الحديث بالطائره من المدينه مثلا لا يحرم الا عندما يضمن ان الطائره بدات تتحرك فيحرم حتى ربما لا تقوم ربما تتأخر ساعات ربما يكون في عطل ونحو ذلك كما فعل الرسول بالنسبة لراحلته حتى استوت به راحلته مشروعية القصر في الصلاة للمسافر المسافر يشرع له قصر الصلاة الرباعية كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خارج عند ذي الحليفة صلى الظهر في المدينة أربع ركعات، وأما في ذي الحليفة فصلاها ركعتين ثم يورد بابا آخر في رفع الصوت بالإهلال. الإهلال وهو الإحرام بالحج والتلبية يرفع صوته. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه الظهر اربعا يعني اربع ركعات والعصر بذي الحليفه ركعتين لانه قصر حيث بدا السفر فلا يكون القصر الا عندما يبدا الانسان السفر فلا يقصر الانسان في بيته بل عندما يخرج كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام لم يصلي الظهر ركعتين بل صلاها اربع ركعات لانه كان بالمدينه ولم يخرج ولم يبدا السفر فصلاها كامله اما عندما بدا السفر ووصل الى ذي الحليفه صلى العصر فيها ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا يعني يرفعون الصوت سمع الذين نووا القران حجا وعمره يرفعون اصواتهم بالتلبيه في الحج والعمره وهذا الحديث حجه للجمهور في استحباب رفع الصوت بالتلبيه للرجال بحيث لا يضر نفسه لا يكون رفع الصوت بشيء يعني يتعب وخرج بالرجل المراه فلا ترفع صوتها بل تسمع نفسها يبقى رفع الصوت بالتلبيه خاص بالرجال ومذهب الشافعي واحمد ان التلبيه سنه وفي وجه حكاه الماوردي انها واجبه يجب بتركها دم، هذا راي اخر يقول ان التلبيه واجبه ولو تركها المحرم كان عليه دم، لكن عند الامام الشافعي وعند الامام احمد بن حنبل ان التلبيه سنه وقال الحنفيه اذا اقتصر على النية ولم يلبي لا ينعقد احرامه. لان الحج تضمن اشياء مختلفه فعلا وترك فاشبه الصلاه فلا يحصل الا بالذكر في اوله وقال المالكيه ولا ينعقد الا بنيه مقرونه بقول او فعل متعلقين به كالتلبيه فلا ينعقد بمجرد النيه وقيل ينعقد يعني في راي انه لو لم يلبي ينعقد الاحرام ينعقد بدون تلبية هذا رأي ورأي لا بد من التلبية وعند الشافعي وأحمد أن التلبية سنة وليست فرضا فاستحباب رفع الصوت بالتلبية هو معنى الإهلال وهذا خاص بالرجال دون النساء وانعقاد الإحرام بالتلبية مع النية بمجرد أن تلبي مع النية ينعقد الإحرام وفي باب التلبيه قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك هذه كما يروي لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانت تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اي البي يا ربي دعوتك مره بعد اخرى لان الله وجه دعوته لكل من شاء له ان يحج او ان يعتمر حين انتهى سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام من بناء البيت وقال يا ربي قد فرغت فقال رب العزه واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج فقال سيدنا ابراهيم يا ربي وماذا يبلغ صوتي قال له رب العزه ما عليك الا الاذان وعلينا البلاغ فاذن ابراهيم في الناس بالحج وقال ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فلبى هذه الدعوه كل رجل او امراه او طفل او شاب او كبير او صغير لباها كل من اراد الله له الحج او العمره وهم في اصلاب ابائهم وارحام امهاتهم فلا ياتي احد الى هذه البقاع المباركه ولا يحرم الا ويرفع صوته بالاهلال والتلبيه قائلا لبيك يعني البي يا ربي دعوتك لبيك اللهم يعني يا الله لبيك اللهم لبيك البي دعوتك مره بعد اخرى لبيك لا شريك لك لبيك انني البي دعوتك وحدك لا شريك لك لا يشاركك في هذه التلبيه وفي هذا الدعاء وفي هذا الذكر وفي هذه العباده احد فانت الواحد الاحد لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك ونلاحظ انه جمع الحمد والنعمه قال ان الحمد والنعمه لك ثم قال والملك لان الحمد ثناء وشكر لله تعالى على النعمه فارتباطهما واضح والملك مستقل لانه هو وحده مالك الملك والملكوت ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لا أعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي هذا كلام السيدة عائشة تقول إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبة أخبرنا سليمان سمعت قيثمة عن أبي عطية سمعت عائشة رضي الله عنها أي هذا القول والتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ المذكورة بيان بانه صلى الله عليه وسلم يلبي دعوه ربه ويوجه امته ان يلبوا كما يلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يبين ان اتجاهه وقصده ومجيئه تلبيه واجابه للدعوه التي دعا اليها ابو الانبياء ابراهيم الخليل عليه السلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك تلبيه شعار اسلامي مشرق وعباده قوليه مخلصه تجعل القلب يشرق وينفعل بالهدايه حتى يعلن هذه الكلمات التي تعبر عن اساس اعماله ومناسكه وعبادته وهي الاخلاص لله تعالى ويعاهد الحاج ربه بتلبيته على الطاعه الكامله والنيه الصادقه والعزم الكبير عهدا يشهد فيه بوحدانية الله ولا يشرك مع الله شيئا ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يعلن هذا انه في هذا المقام يعلن طاعته ومسارعته الى الله سبحانه وتعالى ان هذه الاستجابة وهذه التلبية تعبر عن صدق الانسان وعن اخلاصه وشعور يعلنه ويضرع به الى خالقه سبحانه وتعالى الذي كتب عليه الحج والذي دعاه الى الحج والذي ياتي ليلبي الان دعوه رب العالمين اما عن حكم التلبيه فقد اجمع العلماء ان التلبيه عند الاحرام مشروعه اما كونها واجبه او غير واجبه فقد راى الشافعي واخرون انها مستحبه سنه ليست بشرط لصحه الحج وليست بواجبه فلو تركها صح حجه ولا دم عليه ولكن فاتته الفضيله لكن حجه صحيح هذا عند الشافعي والبعض وقيل هي واجبه تجبر بدم لو تركها ويصح الحج بدونها وقيل راي اخر هي شرط الصحه للاحرام ولا يصح الاحرام ولا الحج الا بها والصحيح ما رواه الشافعي رحمه الله من انها سنه وقال الشافعي ومالك ينعقد الحج بالنيه بالقلب من غير لفظ كما ينعقد الصوم بالنيه فقط وقال ابو حنيفه لا ينعقد الا بانضمام التلبيه او سوق الهدي الى النيه وقال ابو حنيفه يجزئ عن التلبيه ما في معناها من التسبيح والتهليل وسائر الاذكار كما قال هو ان التسبيح وغيره يجزئ في الاحرام بالصلاه عن التكبير ومن المستحب في التلبيه للرجال ان يرفعوا بها اصواتا ولا يستحب هذا بالنسبه للنساء ويكثر من التلبيه اذا ارتفع الى مكان او انخفض الى مكان اسفل وعند الصلوات وبعد اداء الصلوات وعند مقابله الرفاق الى غير ذلك من سائر الاحوال ويظل الحاج في تلبيته إلى أن يرمي جمرة العقبة، هنا تنتهي التلبية، طواف والسعي له أذكاره ودعواته الخاصة، أما التلبية فيظل يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة وهي التي يرميها يوم النحر اليوم العاشر من شهر ذي الحجه ووقتها من الضحى فيستنبط من هذا الحديث مشروعيه التلبيه وما لها من اثر في بيان طاعه العبد لربه واعلانه لها وما لها في نفس المسلم من تاثير حيث ينفعل وجدانه بالعباده والحب والاقبال على الله سبحانه ان افضل ما يذكر المسلم به ربه ان يوحده وان يحمده وهذا ما تضمنته صيغه التلبيه ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لك وحدك يا رب العالمين ان الله تعالى هو صاحب الفضل والانعام فينبغي ان نشكره اناء الليل واطراف النهار وان التلبيه كما راى الشافعي سنه وكما راى جميع الائمه انها مشروعه ولها فضيلتها اما كونها واجبه او غير واجبه فعند الشافعي انها سنه وليست واجبه وعند غيره انها واجبه تجبر بدم وهي عباده قوليه الى جانب العباده العمليه والفعليه وهي التي يبدا بها الحاج نسكه من اول لحظه ينوي فيها ويحرم نويت الاحرام بالحج اللهم يسره لي وتقبله مني نويت الاحرام بالعمره اللهم يسرها لي وتقبلها مني أو يقول نويت الإحرام بالحج والعمرة قارنا إذا كان يقرن الحج والعمرة اللهم يسرهما لي وتقبلهما مني مباشرة بعد النية يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كان سيدنا عبد الله بن عمر يزيد على ذلك ويقول لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل وهي وان لم يقلها الرسول عليه الصلاه والسلام لكن لا مانع من زياده الذكر والدعاء والاستغفار بل من المستحب انك بعد ان تنتهي من التلبيه أن تصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تدعو بما تشاء. ويستحسن إذا بدأت في التلبية لا تذكرها مرة ولا مرتين، بل لب ثلاث مرات. وبعد انتهاء التلبية صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وادعو الله بما تشاء. فكان الصحابة بعضهم يزيد على هذه الصيغه كعبد الله بن عمر يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل انها شعار مشرق تبتهج به القلوب وتنشرح به الصدور وتجأر به الاصوات وتضرع به القلوب الى رب العزه السميع العليم المجيب الرحمن الرحيم اللهم اكتب لنا وللسامعين حج بيتك الحرام وزياره نبيك عليه الصلاه والسلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.